العناوين لحبر أدبي شكلت الترجمة بوابة العبور إلى عوالمه المختلفة بكتابه وقضاياه. حضارات وثقافات مختلفة، أعاد قلم المترجم رسمها بخبراته، أدبه وثقافته الواسعة ليكون مفتاحاً لثقافات مختلفة. وما بين مشكلات وحلول، عنونت الندوة الوطنية التي أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون مع جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب والمعهد العالي للترجمة وهيئات أخرى، لتكون الترجمة بواقعها ومستقبلها تحت مجهر المشاركين. سنتحدث عن مشكلات الترجمة على الأصعدة كلها، يعني نحن لن نأخذ فقط الترجمة الأدبية، لكن سنتحدث عن الترجمة العلمية، الترجمة عن السياسة، الترجمة في مجال الأدب والفكر وغيرها من المعارف. وطبعا تدرس هذه المسائل كلها من قبل نخبة من الباحثين الذين سيقدمون اليوم جل ما وصلوا إليه، ويحاولون أن يترصدوا أيضا ما هي المشكلات التي تعاني منها الترجمة على الصعيد الوطني وكيفية حلول هذه المشكلات. الموضوعات الأساسية هي المشكلات النظرية والعملية التي تواجه المهنة والتي تواجه المترجم السوري. فعلى الصعيد النظري هناك مشكلات نظرية تتناولها مجموعة من الأبحاث، بالإضافة إلى أبحاث تدرس مشكلات المهنة من حيث التنظيم، من حيث توفر الموارد البشرية، من حيث توفر مادة الترجمة، ومن حيث حاجة المتلقي في سوريا إلى ما يطلب من ترجمات في شتى الميادين المعرفية. بحبرهم عبرنا الحدود لنبحر بين عناوين تختزن ثقافات وتجارب وقضايا حملها كتابها. وفي اليوم العالمي للترجمة مشكلات كثيرة تحت مجهر مختصيها، فهل سيجد الحل طريقا إليها؟ للإخبارية السورية هزار عبود.